ان هو كان عامل نظام الجدعنه اسطوره للكره المصريه الانضباط ادارته شخصيته طبعا قويه الذكاء شخصيته احترم جدا اتخذ القرار السليم مش حد جه زي كابتن صالح سليم طيبه الحكمه طبعا القياده حسن التصرف الراجل ليه مكانته وليه وضعه باخلاقياته ومبادئه الاداره الحازمه دي طبعا اللي بتفتقدها اغلبيه الانديه المصريه اتمنى نكون قدوه للاجيال القادمه والقادمه والقادمه وهو اللي خلى اسم الاهلي في العلالي تواضع وراجل كان استاذ اداري ومش هيجي بعديه ولا قبله حد بالصفه الاداريه اللي هو كان داير بيها النادي الاهلي يعني.